قالها ترامب إيران إرهابية وسبب دمار الشرق الأوسط والآن عاد مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي ليحذر بشدة طهران من أن تختبر حزم إدارة رئيس الولايات المتحدة الجديد سيكون من الأفضل لإيران أن تدرك أن هناك رئيسا جديدا في المكتب البيضاوي ومن الأفضل لإيران أن لا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد العلاقات المتدهوره بين واشنطن وطهران بشكل كبير منذ تولي ترامب مهام الرئاسه الشهر الماضي اتى في سياقها ايضا اعلان وزير الدفاع الامريكي جيمس ميتس الاسبوع الماضي ان ايران هي اكبر دوله راعيه للارهاب في العالم. تصريحات رموز الاداره الامريكيه الجديده جعلت العالم يترقب ما سيصدر عن الرئيس ترامب. خلال الأيام المقبلة تجاه إيران، وبعد أن باتت المؤشرات أقوى من قبل بخصوص تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاه الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، ومع جملة التصريحات التي تشدد على أن النظام الإيراني هو أس الإرهاب في العالم، الخيارات كلها أمست مطروحة على الطاولة، بما فيها الخيار العسكري وفقا للبيت الأبيض. محمد جمال العربيه